السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله العظيم، استغفر الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رب السماوات والأرض يا ذا الجود والطول، نسألك أن تتقبل منا صيامنا وقيامنا يا رب، يا رحمن يا رحيم، يا من ذلت له الجبابرة العظام. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، هذا هو شهر الخيرات وشهر المحبة والأنوار، هذا هو رمضان المبارك بكل ما فيه من أرج ومن جمال ومن تقى ومن إيمان، ها هو شهر الخير والبركة والمغفرة، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وعليك توكلت وبك آمنت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إخوة الإيمان في كل مكان، ما هي إلا لحظات ويؤم المصلين في صلاة القيام الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي، وكما تشاهدون الآن هذا المنظر هو للمسعى والازدحام واضح، وربما يصبح
أشد بعد انتهاء صلاة التراويح. فاللهم أنلنا أجر هذا الشهر الكريم، واجعلنا من المقربين، واجعلنا من الداخلين من خلال باب الريان الذي خصصت به عبادك الصائمين. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخله إلا الصائمون. وصلاة القيام. الله أكبر، الله أكبر، سبحان الله. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا، شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم، إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت، تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى، ولو كان ذا قربى، ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا، والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر، الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله الله إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. السلام عليكم.